الو، انزلوا 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 انزلوا، استطلع استطلع انزلوا. قدموا قدموا، العبوا العبوا. والله نحن عائلة كاملة هون، وكل قذايف قذايف ما بيحلوا عنا، والاستظلامات غادي الجو، يعني ما بنحسن نطلع لفوق، قاعدين في هالمغارة أنا وأخوي عم نتسلى في هاللعب، ما بنحسن نطلع لفوق، والله استطلاع ما بتغطي حتى نطلع نتسير، ما بنحسن يا عمي من الاستطلاع. أمس إجا الحرب صار يضرب، أتمنى إنه بشار يموت. في خزاي في الاستطلاع في الصاروخ في كل شيء، ما بنحسن نطلع، مطول مطول، أنا نقعد في الخيمة، ما بحب الطيحة. عايشين اي شيء اصعب من هيك ما في، في المغر في الملاجي، ما عم نحسن نطلع، ما عم نحسن نفوت، ما عم نحسن نأمن الخبزات، ما عم نحسن نأمن المي. الاستطلاع 24 ساعه، يعني ضربوا صار عضيعتنا، يعني من 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 10 ايام هالصب اكثر من 2000 قذيفه، وهلق عم يضربونا في الطيران وفي هاي القذايف، هاي الليزريك كراسنبول مدري شو اسمها. اي هاي والله العظيم ما هي حياه، يعني انا عندي اطفال، عندي 10 نفوس، اي والله العظيم حالي يرسلها، يعني ما بنضل هيك. طيب قاعدين في هالخيمه في الملجأ، إيه بده الواحد يعيش، بده الواحد يحترق، عندنا تينات عم نسربين، ما عم نقدر نروح على الارض، ما عندنا باب معيشة. نحن اهل الجبل، اهل القرى، يعني نحن مزارعين. بيقولوا لي العالم ارحال واطلع، اين بدي ارحال واين بدي اطلع؟ بدي اروح على الخيام، الخيام حالتها أسوأ من هون، اي من نروح؟ شاكين امرنا لله وقاعدين، ايش بدي اسوي؟ هلا انا عم فكر اين بدي اطفش؟ اذا ما في امان في مكان، وعندي اذا بدي اترك هلا هالتينات كي بدي حق حطب للشتاء، بدي موني، بدي عندي عيال بدهم ياكلوا خبز، ايه وهي الحاله، ايش ما نسوي؟ بشار الاسد هالكلب ابن الكلب هو وهالميليشيات، الله لا يوفقهم، والله باذن الله لا نجح على رقبته، والله قاعدين وصامدين باذن الله لا نجح على رقبته.